بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبنرحب بخبرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر منورنا أه. تحياتي كابتن ايمن الله يخليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان أه. تحياتي للكابتن شريف والكابتن علاء ايه والكابتن اسامه والكابتن علي عبد الرحمن مبروك النادي الاهلي طبعا على الاداء والنتيجه وعاوز اقول في بدايه كابتن ايمن النهارده اداء النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي رفع الضغوط على الحكام المساعدين احيانا انت حكم مساعد النهارده لما يحصل عندك خطا بتبقى متوتر بتبقى قلقان فالنتيجه احيانا كابتن شريف نتيجه النادي الاهلي والفوز انت كحكم مساعد بتستعيد الايه؟ بتستعيد الثقه ثاني والهدوء ليه؟ احنا شفنا كذا خطا للحكام المساعدين في هذه المباراه مره الحكم المساعد بيرفع والفار بيتدخل والعكس